الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. His Eminence Sheikh Ali bin Abdul Rahman al-Hudhayfi will take his steps towards the platform of the Prophet Muhammad, peace be upon him, to deliver the speech of Salatul Eid. Leave you now to enjoy the speech. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما اختلف الليل والنهار، الله أكبر كلما سجدت المخلوقات لله الواحد القهار، الله أكبر كلما رفع الصائمون أكفض، الله أكبر كلما رفع الصائمون أكف التضرع إلى العزيز الجبار، وكلما أفاض عليه من خزائن كرمه المدرار، الله أكبر كلما استغفر الأوابون بالأسحار، الله أكبر رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي أنزل الآيات البينات، الذي كرم من تقرب إليه بالطاعات، وأهان من بارزه بالمحرمات، تفرد بالتدبير والحكم في الأرض والسماوات، يجيب الدعوات ويعفو عن السيئات، لا تشتبه عليه حاجات الخلق ومسائلهم بتنوع اللغات. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الكلمات التامات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقواه، ودوموا على طاعته تبلغوا رضوانه. عباد الله، إن عيدكم هذا عيد مبارك كريم، فقد شرع الله لأهل الإسلام عيدين مباركين، كل منهما يأتي عقب عبادة عظيمة وبعد أداء ركن من أركان الإسلام، وكان في هذين العيدين غناء للمسلمين وخيرات وبركات ومنافع كثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: لقد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. رواه أبو داود والنسائي. وكل عيد يتضمن أهدافا ومعاني للأمة التي يعود عليها عيدها. قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: أي عيدا يقوم لهم. رواه ابن جرير.
فالأمم ذات الشرائع السماوية جعل الله لها الأعياد شرعا وقدرا قربة وثوابا، والأمم التي لا شريعة لها أو غيرت شريعتها جعل الله لها عيدا قدرا لا يجدي عليها في زكاة النفوس شيئا. وعيد الفطر بعد قيام وصيام وذكر للرحمن وبعد قراءة القرآن والإحسان، وإن الله بعلمه ورحمته وحكمته بيّن لنا الزمان الفاضل الذي يتضاعف فيه ثواب العمل الصالح، ولولا أن الله علمنا ذلك ما علمنا شيئا. ففرض علينا صيام رمضان وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فأخذت الروح أعظم نصيب من غذاء الإيمان والقرآن، وفطمت الجوارح عن مألوفاتها وعاداتها، وانكسرت ثورة النفس وكبح جماحها وتمردها، وجد المسلم واجتهد وشمر عن ساعد السباق حتى ارتقى في درجات الطاعة إلى مستوى عال من طهارة القلب وسمو الخلق ولذة العبادة بحسب ما وفق الله العبد وأعانه. فلما كاد أن يتسرب إلى القلب الملل والكسل نقل الله العبد المسلم إلى حال أخرى، فأوجب عليه الفطر في هذا اليوم، وجعل هذا العيد يوم فرح وسرور وبهجة وحبور، وأباح له التمتع بالطيبات ورغبه في التجمل والزينة وبسط له في المباحات ليأخذ البدن نصيبه مما أحل الله تعالى. فينتقل المسلم من حال إلى حال ويصبح في حياة متجددة طيبة توافق الفطرة ويحقق فيها كيانه الإنساني بالتوجيهات الربانية والتعاليم الإسلامية. فهذا تشريع اللطيف الخبير، قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن سلمان رضي الله عنه قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطِ كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وزاد: وإن لضيفك عليك حقا. وهذا التشريع الحكيم الذي تنمو فيه خصائص الإنسان وطاقاته في تناسب بديع لا يطغى جانب على جانب، يجعل الإنسان بانيا نافعا عامرا للكون صالحا. أما إذا انفلت الإنسان من قيود الدين الإسلامي فإنه يتخبط في أهوائه ويضل ويشقى. وهذا العيد المبارك الذي يجب فيه الفطر وتباح فيه الطيبات والمتع والملذات النافعة التي لا حرج فيها، يجعل النفس تستجم بالانبساط والقلب ينشط بالمتعة الحلال الطيب، ويفرح المسلم بتمام فريضة الصوم ليستعد لعبادات أخرى. قال علي رضي الله عنه: روحوا هذه القلوب ساعة وساعة، فإنها إذا كلت عميت. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يسابق. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأى من أصحابه فتورا في مسائل العلم أفاض في أشعار العرب وأيامها. والعيد يتضمن معاني إسلامية كبيرة ومنافع وحقائق كثيرة. يتضمن العيد العقيدة الإسلامية الصافية المضيئة النقية من الشرك النقية من الش... يتضمن العيد العقيدة الإسلامية الصافية المضيئة النقية من الشرك والبدع والمحدثات. هذه العقيدة نعمة من الله على الإنسان ترفعه عند الله عز وجل، وبدون عقيدة صحيحة فإنه لا قيمة للإنسان.
وذلك بتعظيم الله تبارك وتعالى، وذلك بتعظيم الله تعالى في العيد وتكبيره والثناء عليه والشهادة بأنه الإله الحق الذي يتقرب إليه المسلم بالدعاء والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة وجميع أنواع العبادة، لا يشرك معه في عبادته أحدا. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله بطاعة أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره وعبادة الله بشرعه. والعيد يتضمن العبادة بالذل والخضوع والمحبة لله تعالى، فصلاة العيد تشتمل على ذلك كله. والعيد يتضمن بيان التشريع الإسلامي، وذلك بإظهار شعيرة العيد وأداء صلاته وتفصيل الخطبة لأحكام الإسلام العظيمة المباركة. والعيد يتضمن تهذيب الخلق وتربية الفضائل وتثبيتها وتقويم السلوك، وذلك بالترغيب في الصبر والاحتمال والحلم والتواصل في هذا اليوم، والتسامح وتطهير القلوب من الغل والحقد والحسد والضغائن، لأنه يوم أخوة الإسلام واجتماع المسلمين ويوم فرح. والعيد يتضمن التكافل الاجتماعي والترابط الأخوي الإسلامي، وذلك بأداء زكاة الفطر قبل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبالصدقة صدقة التطوع. والعيد يتضمن يسر الإسلام وسماحته وكمال تشريعه، ففي هذا اليوم وجب الفطر وأباح الله الطيبات والمباحات كما هو الحال قبل الصيام، ولكن الإسلام ربط ذلك كله بالأصل الكبير، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى والاستسلام للرب عز وجل. فشرع للمسلم أن يفتتح يومه وسرور عيده وفرحه بصلاة ركعتين لله تعالى، لئلا ينساق المسلم وراء لذاته وينسى ربه الذي رباه بالنعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وزمن العيد وقت لتنزل الخيرات والبركات والرحمة واستجابة الدعوات. عن سعيد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فينادون: أغدوا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، أطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إذا كان يوم عيد الفطر هبطت الملائكة على أفواه السكك فينادون بصوت تسمعه الخلائق إلا الإنس والجن: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل. فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله تعالى: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قالوا: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. قال: فإني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم مغفرتي ورضواني وعزتي وجلالي، لا يسألوني اليوم في جمعهم هذا شيئا في الآخرة إلا أعطيتهموه، ولا لدنياهم إلا نظرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. قال مورق العجلي: فيرجع أقوام من المصلى كيوم ولدتهم أمهاتهم،
ولما يغشى هذه الأمة الإسلامية من الخير والبركات والرحمة. وقت صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليه حتى الحيض والذوات الخدور من غير تبرج وتطيب وتزين فتنة ليشهدن الخير. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الصلاة الصلاة، فإنها عمود الإسلام وناهية عن المنكر والآثام وأول ما يحاسب عليه العبد، فإن قبلت قبل سائر الأعمال، وإن ردت ردت وسائر العمل. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها خسر خسرانا مبينا. وكان في النار مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وأدوا زكاة أموالكم تقربا إلى ربكم الذي أعطاكم الكثير ورضي منكم بإنفاق اليسير ووعدكم مضاعفة الثواب وإخلاف النفقة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما بقيت الزكاة في مال إلا سلط الله عليه الآفات ومحقت بركته وعذب بالمال صاحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدِّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. رواه البخاري وغيره. وصوموا شهر رمضان بإخلاص واحتساب، فإنه ركن يضاعف الله به الثواب. وحجوا بيت ربكم فمن سلمت له حجته من المبطلات سلم له عمره. وبر الوالدين فإنهما بابان من أبواب الجنة، فموفق للبر ومحروم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. وفي الحديث: رضا الله في رضا الوالدين وغضب الله في غضب الوالدين. وصلوا الأرحام. قال الله تعالى في الحديث القدسي للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك وارحموا الضعفاء والأرامل والأيتام ولا تؤذوهم وأعطوهم من فضول أموالكم. قال صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وأحسنوا إلى جيرانكم وارعوا حرماتهم وحقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وخالق الناس بخلق الإسلام الكريمة. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وخالق الناس بخلق حسن، ولازم التوبة في كل وقت، فقد أفلح التائبون وفاز المجتهدون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إياكم الشرك بالله في الدعاء أو النذر أو الذبح أو أي عبادة، فإنه أعظم ذنب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإياكم والزنا، فإنه يفسد القلب ويكسبه الخبث، وقد قرنه الله بالشرك في كتابه وفي الحديث: ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في فرج حرام. وإياكم وقتل النفس المعصومة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإياكم المسكرات والمخدرات، فإنها تمسخ الإنسان وتبدل طباعه إلى شر وذل. وفي الحديث: من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال
عصارة أهل النار، وإياكم الربا فإنه يمحق بركة العمر والمال والولد، ويوجب غضب الرب ويؤذن بعقوبات أليمة. قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ومن نبت جسده من سحت فالنار أولى به. واتقوا الله في معاملاتكم في البيع والشراء وحسن معاملة الأجراء بالتزام الصدق والعدل، واحذروا أموال اليتامى والقصار والتعرض لأموال المسلمين، فقد فاز الفوز المبين من عبد الله بإخلاص لا يشرك بالله شيئا وسلم من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وإياكم الغيبة والنميمة، فقد حرم الله ذلك رحمة بعباده. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع الشرائع بحكمته ورحمته، وختمها بشريعة الإسلام وملته، وحفظ هذا الدين من التغيير والتبديل في كتابه وسنته. أحمد ربنا الإله الحق على عظيم كرمه ومنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحنيفية السمحة التي بددت الظلام وأرست العدل والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه واطلبوا رضاه ولا تعصوه أيها المسلمون. إن عيدكم هذا عيد مبارك وجمع عظيم تطول الله فيه على أمة الإسلام بكل خير، وقد شرع لهذا العيد أحكام مرضية، منها الغسل قبل الصلاة، ولا بأس بالاغتسال قبل صلاة قبل الفجر إذا كان يشق عليه بعد الفجر، ويسن التجمل بلبس الجديد. وفي الحديث: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويسن السواك والتطيب ويقلم أظافره، ويسن أن يأكل تمرات قبل الفطر ويخالف طريقه في المجيء والعودة، ويسن إظهار التكبير ليلة العيدين، ويجهر المسلم بالتكبير عند الخروج إلى المصلى حتى يفرغ الإمام من الخطبة. ومن حكم التكبير تعظيم الرب وإرغام الشيطان وإصغاره وإذلاله وإظهار الاستعلاء على الرغبات والملذات والمحبوبات، وبيان أن الله أكبر من كل شيء في قلب المسلم. فالله أكبر من الملذات، والله أكبر من كل محبوب، والله أكبر من كل مرغوب. لا يعوق المسلم عن أمر الله تبارك وتعالى، ولا يدفعه شيء لمعصية الله إذا استشعر حقيقة الله أكبر. وما أعظم المناسبة بين هذا الذكر وتمام الصيام. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. رواه البخاري ومسلم. ويجزئ أن يخرج هذا القدر من قوت البلد، وهي واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إنه قد صفت لكم في رمضان الأوقات، وتمتعتم وتلذذتم فيه بالطاعات، وتطهرتم بترك المحرمات، وإن عدوكم إبليس كان مسلسلاً مع المردة لا يخلص في رمضان إلى ما كان يخلص إليه في غير رمضان، ويريد أن يأخذ بثأره ليبطل الحسنات ويزين السيئات. فادحروه خاسئاً ذليلاً بالتوكل على الله وكفى به وكيلاً، وبالاستقامة على الطاعة. وتذكروا عباد الله ما أمامكم من الأهوال والأمور العظام التي تكونون إليها بعد الموت، وهو مدركنا لا محالة،
وتذكروا في من صلى معكم في هذا المكان في سالف الزمان من الإخوة والخلان، كيف استدبروا الدنيا وأقبلوا على الحياة الأخرى، ولم ينفعهم إلا ما قدموا، ولم يلازمهم في قبورهم إلا ما عملوا، يتمنون استدراك ما فات، وأن للحياة الدنيا أن ترجع إلى الأموال. وتفكروا في القرون الخالية الذين غرسوا الأشجار وأجروا الأنهار واختطوا المدن والأمصار وتمتعوا باللذات في طول الأعمار، كيف نقلوا إلى ظلمات اللحود ومراتع الدود فلم يدفع عنهم أحد من الله شيئا، قد بلغ فيهم أمر الله وجرى عليهم حكمه ونفذ فيهم قضاؤه، وإنما أتى على الأولين سيأتي على الآخرين، فأعدوا لحياة الأبد ولا تركنوا لحياة النصب والنكد. فليست السعادة في لبس الجديد ولا في أن تأتي الدنيا فليست السعادة في لبس الجديد ولا في أن تأتي الدنيا على ما يتمنى المرء ويريد، ولا في أن يخدمه فيما يحب العبيد، لكن والله السعادة في تقوى الله عز وجل والفوز بجنة الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا يبيد، والنجاة من نار عذابها شديد وقعرها بعيد. عباد الله اشكروا ربكم على ما من عليكم في هذه البلاد من الأمن والإيمان وعافية الأبدان وتيسر الأرزاق وتوفر مرافق الحياة وانطفاء نار الفتن واجتماع الكلمة وما هيأه الله من أسباب العبادة التي يؤديها المسلمون في يسر وراحة واطمئنان في الحرمين الشريفين. فلله الحمد أن جعل ولاة الأمر في هذه الدولة أمناء على هذين الحرمين والمشاعر المقدسة، يبذلون لها كل شيء، وتتصل التوسعة من ملوك هذه الدولة في المسجدين المباركين وفي المسعى بما يحقق اليسر والراحة والاطمئنان على العبادات من المسلمين، وبما يتفق مع أدلة الشريعة الإسلامية، وسيجدون حسن الرعاية وحفظ هذه الأمانة في صحائف حسناتهم يوم القيامة، يوم يتولى الله جزاء المحسنين الصالحين. فاستديموا نعم الله بشكره وطاعته. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم أطفئ الفتن وأمت، اللهم أطفئ البدع يا رب العالمين وأمت البدع، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرم المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين على المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وعذنا من نزغات الشيطان وتوهيمه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا،
اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وانصر به دينك وعلي به كلمتك، اللهم وفق نائبه لما تحب وترضى لما فيه عز الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعد علينا العيد ورمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعة منك يا ذا الجلال والإكرام وتقوى وحياة سعيدة. بارك الله لي ولكم، بارك الله لي ولكم في هذا العيد المبارك، وأمنني وإياكم من مخاوف يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.